فهو بيعمل ايه بالظبط؟ ديب كليننج، تنظيف عميق، ديب كليننج. فطبعا ما فيهوش حبايبات، هو كريمي. عايز اقول لكم كريمي، كريمه بسيطه، كريمه. لما بنت بتسالني يا دكتور عايزه غسول للبشره لطيف وسعره حلو ويعالج لي الحبوب، يعني مفيش غسول لوحده هيعالج الحبوب، بس يعني يساعد في علاج الحبوب كده ويكون لطيف وظريف على البشره ومع الوقت يدي تفتيح. هي طلباتها كتير انا عارفه، وطلبات البنات كتير، وانا كمان برضو طلباتي كتير. فانا عايزه اكلمكم عن ديزار، عن تجربه ديزار، عن تجربه بجد من الحاجات الجميله جدا. طبعا انا كلمتكم قبل كده عن البلاج وغسول الفيتامينز من فارمستاي، وفي حاجات كتيره جدا جدا موجوده في الماركت عندنا او في المتجر عندنا. اللينك موجود، اضغطي على العنوان هتلاقي اللينك الواتس ولينك الانستا، هتلاقي كل حاجه انت عايزه تعرفيها عن المنتجات، اسعارها، عشان برضو انت ممكن تشوفي الفيديو ده بعد ما سعره يغلى او مثلا يكون نازل عليه خصم فتحسي ب ايه ده، ايه اللغوطه دي. طبعا احنا مش بنعمل خصم على طول كده عشوائي، لا احنا بنعمل خصومات على توتال الاوردر. يعني مثلا انت خدتي غسول وكريم مثلا ديزار، واشتريتي مثلا تونر مثلا للبشره، واشتريتي اكسسوار، اشتريتي بلا بلا بلا، عندنا كل حاجه على فكره. اشتريتي اي حاجه، وقلم تبييض الاسنان اللي احنا جربناه على فكره بدا يعمل معايا نتيجه حلوه اهو والله اهو. طب انا اقول لكم انا عرفت ليه، مش عايز اقول بس عشان ما تبقاش حاجه مقرفه، ليه عرفت ان هو عمل معايا نتيجه حلوه؟ انا هنا كان في حد دكتور الله يسامحه يعني كان بيركب لي سنه طربوش، عمله لي، كان ناوي يعني ان انا اعمل عنده تبييض، فهو عمله فاتح، حط لي لون فاتح، فهو قرب من اللون، بس انا مش حابه افتح بقي قوي، مش حاجه رقيقه ان احنا نعمل كده. اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب يا حلوين عشان تستفيدوا بكل المنتجات الجديده اللي بنقدمها من الشركه. ديزار من الحاجات المشهوره جدا. تعالوا نعرف ديزار عباره عن ايه. فيتامين سي، فيتامين سي احنا عارفين ان هو انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت يعني بيمنع اكسده البشره. الاكسده دي هي بكل بساطه العوامل الجويه والتراب والدخان والحاجات الكتيره والتلوث اللي حوالين بشرتنا اللي بيدي غمقان وبهتان للبشره. ديزار من تجربتي معاه تالت اربع يوم، حتى كمان جوزي كان حته البشره عنده يعني جافه شويه، بتحصل جفاف، ما حصلش بقى الجفاف اللي بيحصل في بشرته ده مع حاجات كتيره كان بيستخدمها. وكان طبعا بيستخدم قبل الجواز حاجات كتيره غلط، بعد الجواز طبعا بدات اظبط له الحاجات دي كلها. انت لو شايف الفيديو ده اعمل لايك اعمل لايك، وانت كمان اعمل لايك او انت كمان اعملي لايك. عجبه جدا، انا نفسي عجبني جدا. يعني هو الناس اللي بشرتها جاف او هينفع جدا في فتره الشتاء جدا. ليه؟ لان يعني احنا انا غالبا في الشتاء بشرتي اصلا بتعمل قشره، الجزء ده بتقشر، ومن هنا دهنيه، يعني هنا ابص الاقي نقط زيوت في الحر مثلا، لكن في الشتاء ابص الاقيها جافه جدا. فهو حلو جدا للبشره الجافه، برده حلو للبشره الدهنيه، لانه فيتامين سي بيعمل كليننج. فهو بيعمل ايه بالظبط؟ ديب كليننج، تنظيف عميق، ديب كليننج. هو طبعا ما فيهوش حبايبات، هو كريمي. عايزه اوريه لكم، كريمي، كريمه بسيطه، كريمه، كريمة، حتى تحسوا انها بتلمع كده سهل بتعمليه. بس كريمة بقى لما تحطيه على وشك بالمية بيعمل زي فومنج كده، بس مش صابون، لا فومنج، تحسي ان انت حاطه حاجة على بشرتك بترغي، بس رغاوي صغنونة جدا جدا، رقيقة قوي. اول حاجة ديب كليننج. اويل كنترول، بينظم افراز الزيوت، فدي حاجة كويسة قوي 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 لاصحاب البشرة الدهنية بتاعتنا اللي مغلبانة، اللي هي بتزيت البشرة مزيتة دي. مين بشرتها دهنية؟ ومين بشرتها جافة؟ ومين بشرتها مختلطة؟ ومين بشرتها حساسة؟ أنا بشرتي مختلطة حساسة، يعني ده يقول لكم لما بجرب معاكم المنتجات ده يطمنكم، لأن أنا بجرب كل حاجة. هو أنتي أكني، يعني مش هيعالج الحبوب، هو هيمنع تكونها، يمنع تجديدها، يمنع إن هي ترجع تاني، مش هيعالجها، هيساعد في علاجها. لازم طبعا الحبوب دي تواصلي معايا، بقول لك خبرتي يا جماعة والله في الأدوية اكتر من 9 سنين او اكتر من 10 سنين في الادويه وفي التجميل، فاعتقد بنسبه كبيره جدا هقدر افيدك باحسن منتج ليكي. حتى كمان كانوا ناس كتيره يعني كتير معايا في الشركات او في الشغل اللي انا اشتغلته، في الشركات الكبيره اللي اشتغلت فيها يعني زي باير ونوفارتس وليو، شركات كبيره، شركات عريقه، شركات ادويه رائعه، ما بتعينش غير صيدله او دكاتره، مستحيل تعين غير، مع تحياتي لاي حد تعب طبعا بره الميديكال فيلد، بس ما بتعينش غير
حد لازم صيدلي او دكتور، لازم سمعته تكون كويسه او حد محترم قوي يعني. الشركات متعسفه جدا في تعيينها. كانوا دايما البنات يقول لي الاكسسوارز بتاعتك حلوه اكتر يعني، انا ذوقي الحمد لله كويس في الاكسسوارز. فاقدر برضه اساعدك كده واقول لك ايه الجديد والترندات الجديده اللي احب اتابعها قوي الاكسسوارز. عشان كده دخلناها معانا في المخزن، قلت لهم يعني خدت منهم ابروفل او موافقه ان احنا ندخل الاكسسوارات الحلقان بقى السلاسل الحاجات الجميله الترندات معانا في المخزن. ليه لا يعني، انا واحده من البنات بخش اشتري غسول ايا كان بقى المكان، بخش اشتري مثلا غسول وشامبو ويعجبني روج اجيب روج كشمير، ده اللي احنا عندنا منه 15000 درجه، اجيب الكشمير تاني ويعجبني كشمير تاني، واجيب قلم كحل والله الحلقه ده جميل اروح جايبه حلقه. بصوا بنوع يعني، لازم فحب حاجه حلوه ان انت تدخلي مكان تلاقي، اعتقد دي حاجه حلوه، لو قولي في الكومنتات برده حاجه حلوه انك تلاقي كل المنتجات حتى منتجات الجل والاكليرك والحاجات بتاعه الضوافر عندنا، عشان ما اطلعش بره الموضوع. كمان بيعمل موسترايزنج، ده الكلام المكتوب عليه، بيعمل موسترايزنج ليه؟ لان هو موجود فيه هيالورونيك اسيد بيحتفظ بجزيئات الميه او بيحتفظ بترطيب البشره. يعني هو فيتامين سي وايتنينج جلو، هيديكي جلو حلو قوي، وموسترايزنج انا بصراحه لاقياه نتيجته حلوه معايا، ويعني هو يعني حاجات كده تعمل ايه نضاره للبشره، فهو بصراحه ممتاز جدا وتجربتي معاه احسن تجربه من الحاجات. يعني انا حتى كنت بطلع اقول لكم على منتجات انا جربتها وممكن كان الشركه ممكن عندنا ما كانتش احسن حاجه معايا. هل ما ده معناه ان احنا بنبيع حاجات مش كويسه؟ لا، احنا بنبيع كل المنتجات في كل حاجه بس عشان ارضاء الناس، لكن في حاجات ممكن ما تكونش نفعت معايا وتنفع معاكي انت، زي لاروش كان كويس جدا معايا في الاول، بس بعد كده عمل لي رؤوس سودا، رؤوس سودا تحت الجلد كمان كانت حاجه بشعه قوي. موجود ومتاح في الصيدليات ومتاح في الشركات التجميل ومتاح في كل الستورز موجود، لكن ما كانش احسن حاجه عندي. فانا بكلمك في الحاجات الجميله دلوقتي اللي ممكن تدي معاكي نتيجه. بشكركم جدا لو وصلتي حد هنا في فيديو انت جميله، اكتبي لي سؤالك في كومنت وهعمل لك فيديو عنه زي ما بعمل فيديوهات رد على اسئله العملاء، واتمنى الفيديو يفيدك. اشتري ديزار ممتاز جدا، وكريم برضو ديزار احنا عملناه الفيديو اللي فات اهو، دي العلبة بتاعته يعني. انا دايما برمي العلب، دايما برمي الكراتين ما بحبهاش. ده ديزار برضو تفتيح البشرة حلو جدا، فاونديشن جميل وبرايق على البشرة، خفيف خفيف خفيف، كريم فاونديشن يعني ميك اب لوك طبيعي جدا على بشرتك وانت جميلة ايا كان. اتصلحي مع نفسك، هنعمل فيديوهات تانية عن العناية بالبشرة والشعر والجسم. سيبكم من شعري دلوقتي، انا لسه ما غسلتوش، سوري لسه غسلاه ولسه ما عملتش اي حاجة. لسه هعمله سشوار، بس انا سايباه كده وحتى ما حطيتلوش كريم ولا اي حاجة. انا قلت بس ما اقطعش عشان ما كانش عندي وقت اعمل حاجات كتيرة، عايزة اخلص حاجات كتيرة عندي في الشغل وفي البيت. وتحياتي ليكم، اسألوني في الكومنتات هعمل بقى شعري بعد كده وايه، وبطلع لكم فيديوهات الجاية بقى وانا فير بقى وعاملة شعري وكده. يلا سلام.